And we did not teach him, that is, the prophet, poetry. This was revealed to refute their saying, this Quran that he has brought is but poetry. Nor is it poetry seemly, nor is it facilitated for him. It, that which he has brought, is just remembrance, an admonition, and a Quran that clarifies, that manifests, God's rulings and other matters. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. When we sent to them two men, and they denied them both, from it arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma to the end is a substitution for the previous id, when, so we reinforced them, read fa azazna or fa azazna, in other words, we reinforced the two men, with a third, and they said, we have indeed been sent to you, by God. They said, you are nothing but humans like us, and the compassionate one has revealed nothing. You are only lying. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ah, the anguish for servants, such as these and their like from among those who denied the messengers and were destroyed. This word, hasra, denotes extreme agony. The vocative here is being used metaphorically. In other words, it is time for you, O anguish, so come now. Never did a messenger come to them but that they mocked him. This statement is given as an explanation of the cause thereof, of the agony, since it, the statement, entails their mockery which itself results in their being destroyed and which in turn is the cause of the anguish. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين And when it is said to them, Beware of that which is before you, of the chastisement of this world, as, it is said, to others, and that which is behind you, of the chastisement of the hereafter, that perhaps you might find mercy, they turn away, in aversion. And never did a sign of the signs of their Lord come to them, but that they turned away from it. And when it is said, that is, when, the poor ones from among the companions, of the prophet, say, to them, Expend, on us, of what God has provided you, of wealth, those who disbelieve say to those who believe, in mockery of them, Are we to feed those whom, if God willed, he would feed, as you are wont to believe? You, in saying this to us, together with this belief of yours, are only in manifest error. As an explicit declaration of their disbelief this, statement, is very effective, in the way that it has been expressed. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم Peace. Salaman is a subject, the word, Kalan is its predicate, that is, peace, by way of a word, from a Lord, who is, merciful, to them, in other words, he says to them, peace be on you. And, he says, stand apart, O you sinners, on this day, in other words, separate yourselves from the believers, said to them, upon their mingling with the latter. Did I not charge you, command you, O children of Adam, by the tongues of my messengers, that you should not worship Satan, that you should not obey him, truly he is a manifest enemy to you, one whose enmity is evident. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من
كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. That he may warn, Li Yendra, or read Li Tundra, that you may warn, therewith, whoever is alive, able to comprehend what is being said to him, and such are the believers, and that the word, of chastisement, from God, may be fulfilled against the disbelievers, who are like the dead, unable to comprehend what is said to them. Or, have they not seen, have they, not, realized, the interrogative is meant as an affirmative, and the vav inserted therein, in awalam, is for supplementation, that we have created for them, and for all human beings, of what our hands worked, of what we have made without any partner or helper, cattle, namely, camels, cows and sheep, so that they are their owners, masters, controlling them. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. And we have subdued, we have disposed, these, cattle, for them, so that some of them provide rides for them and some of them they eat. And there are other benefits for them therein, such as their wool, fur and hairs, and drinks, made, from their milk. Mashrib is the plural of mashrib meaning sherb, a drink, or, what is meant is, the place, from which the drink issues. Will they not then give thanks, to the one who has bestowed these graces upon them and so become believers? In other words, they do not do, any of, this. And they have taken besides God, in other words, other than him, other, gods, idols, which they worship, that perhaps they might be helped, protected against God's chastisement by their gods interceding for them, as they are wont to claim.